باب ما جاء في التطير، أي ما جاء في النهي عن التطير وما جاء في الوعيد المترتب على من يقع منه هذا الفعل العظيم، وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا التشاؤم والتطير من الشرك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع وهو الذي يملك الضر، هو الذي ينفع وهو الذي يملك الضر. فإذا تشاءم العبد وتوقع الشر أو اعتقد الشر في هذه الأمور التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى أو خالف التوحيد في بعض واجباته. قال: وقول الله تعالى، أو وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية من سورة الأعراف، وبدايتها: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. هؤلاء القوم وهم أهل باطل، إذا جاءتهم الحسنة النعمة والخير، قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن قال: كالخصب والمطر. نسبوا هذه النعمة إلى أنفسهم، أي بسبب ما هم فيه من الصلاح والخير، وهم يخالفون أمر الله تعالى. وإن تصيبهم سيئة، أي مصيبة وبلية من البلايا، يطيروا بموسى ومن معه. يعني يقولوا الشر ده بسبب موسى عليه السلام ومن معه. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طائرهم عند الله، أي أن الله قضى عليهم هذا الشر وهذا البلاء بسبب أعمالهم وبسبب مخالفاتهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: وقوله قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وهذه في سورة ياسين في القصة والمثل الذي ضربه الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم، أي الشؤم والشر لسنا نحن سببه، وإنما سببه أنتم بالشرك بالله سبحانه وتعالى. لأنه يا جماعة الشرك هو اللي بيجيب الشر. عشان كده رب العزة والجلال قال: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. الشرك ده هو سبب الشر، والتوحيد هو سبب الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والليلة يا جماعة كثير مننا بيتكلم في التوحيد وفي السنة وفي الشرك وفي البدعة، لكن مفروض الكلام ده يستشعروا ويستحضروا. احنا ما بنقول الكلام ده للناس بس، الناس بس معلومات تشيل وتمشي. الزول استحضر الكلام ده هو في نفسه، وإلا فمدارسة هذه الكتب إن كان المقصود منها إبراز المعلومات، أو إن كان المقصود منها المرور على الكتب، أو إن كان المقصود منها جمع الناس، فلا فائدة.
وإنما الفائدة تكون إذا تعلم العبد وقصد بعلمه وتعليمه وجه الله تعالى واستفاد من علمه وطبقه عمليا. الله سبحانه وتعالى وعد في القرآن قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي يعني. فالخير ده يا جماعة في التوحيد والتوكل وكذا، والشر في الشرك والمعاصي والذنوب. لماذا أورد المصنف رحمه الله هذه الآيات في باب التطير، ما جاء في التطير؟ ليبين أن التطير، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ليبين أن التطير من صفات أهل الشرك ومن صفات أهل الجاهلية. فهؤلاء في زمن موسى عليه السلام يتطيرون يتشاءمون، وهؤلاء في قصة المدينة والقرية التي ضرب الله مثلا بها للمؤمنين وللكافرين، للمؤمنين الذين يتبعون الحق وإن ابتلوا وإن قتلوا كذلك الرجل، وللكافرين الذين خالفوا الحق وأن الله أهلكهم في نهاية الأمر وأن العذاب ينتظرهم الأكبر يوم القيامة، أن هذه الصفات كالتطير والتشاؤم من صفات أهل الشرك ومن صفات أهل الباطل، عشان كذا أورد الآيات. قالوا طائركم معكم، أي شؤمكم عندكم أنتم معكم بسبب الذنوب والشرك بالله تعالى والإعراض عن دعوة الله. أئن ذكرتم، أي تطيرتم بنا بسبب تذكيرنا لكم، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون في الحد، لم تقبلوا الحق ومع ذلك عاديتم أهله ودافعتم عن الباطل ونصرتموه وخذلتم الحق وأهله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر، أخرجاه أي البخاري ومسلم في صحيحيهما. زاد مسلم ولا نوأ ولا غول، غول بضم الغين، أي هذه الأمور لا تؤثر دون الله تعالى. وأن المصنف أورد هذا الحديث ليبين أن الواجب على العبد أن لا يتشاءم بهذه الأمور ولا بغيرها. لا عدوى، اختلف أهل العلم في المقصود بهذا النفي، هل هو نفي أم أنه نهي أم أن هذا من باب الإخبار، يعني هل ده من باب الخبر إنه ما في حاجة يسمها فلان عاد فلان، فلان عنده جرب وده قعد جنبه وقام عاداه، هل الكلام ده منفي إنه ما في عدوى، ولا المقصود النهي عن إنك تعتقد إنه في، يعني إنك تقرب من فلان معناه بصيبك مصيبة وكذا تنهى عن هذا التقريب والتقرب إلى آخره. هذا الكلام فيه خلاف كبير بين أهل العلم، لكن أفضل الأقوال فيه ما ذهب إليه البيهقي رحمه الله وابن القيم وجمع من أهل العلم، أن النفي هنا النفي عن العدوى التي يقصدها أهل الجاهلية، التي يقصدها أهل الجاهلية، وهي أنهم يعتقدون أن المرض بنفسه هو الذي يعدي وهو الذي يتعدى إلى الغير، لا بأمر الله ولا بقدر الله. يعني ده مرضان اللي بيقرب منه بيمرض بيمرض، ما بحاجة يسمى يمكن يقرب وما يمرض، الله يحميه، ويمكن يقرب ويمرض، الجاهلية ما عندهم كذا. ده مرضان معناه قرب منه فلان معناه بيمرض بيمرض، لأن المرض عنده تأثير بذاته دون الله تعالى، دون أمر الله القدر ودون إذن الله القدر سبحانه وتعالى. ده المقصود بالنفي. وإلا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد أن ذكر أقوال أهل العلم قال وإلا فإن المريض الذي يمرض مرضا معديا عند الناس ف
فإن فلانا قد يقترب منه ويصاب بالمرض بقدر الله، وقد يقترب منه ويقدر الله أن لا يصاب بالمرض. فكونه في عدوى، في عدوى، لكن العدوى دي ما بتأثير المرض دون أمر الله سبحانه وتعالى، ده المقصود يا جماعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، أورده البخاري معلقا بصيغة الجزم، فر من المجزوم كما تفر من الأسد، في لفظ فر من المجزوم فرارك من الأسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: إذا دخل بأرض فلا تدخلوها، إذا سمعتم به أي في أرض فلا تدخلوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعة الزول ما يعتقد إنه المرض هو اللي بيأثر وحده دون قدر الله تعالى، وإنما الأمر أمر الله، إن شاء جعل العدوى وإن لم يشأ فإن المريض يقترب من الصحيح والصحيح لا يصيبه شيء، لكن الإنسان يفعل السبب، إنسان يفعل السبب، ده زول مريض ضح منه، إن أنت ما واجب عليك تقرب منه، ضح منه بعد ذاك أنت إذا فعلت السبب اطمأنت نفسك وخرجت من جميع المهالك الحسية والمعنوية. ولا طير أي لا تشاؤم، الواجب على العبد أن لا يتشاؤم بشيء، لا بالأيام ولا بالأشخاص ولا بالأمراض ولا بالمصائب. يعني جاته مصيبة هو بصلي، بعد شوية تانية جاته مصيبة تانية، بعد شوية يقول لك العربية دي مشاكلها كثيرة مشؤومة، ويقول لك فلان ده مشؤوم طوالي قدر ما ألاقيه معناه بيحصل لي شر، والزول ده كذا وكذا. إنسان لا يتطير لا يتشاؤم. ولا هام، الهام طائر يخرج من الليل، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: كأنه يعني البومة، البومة المعروفة. ووجه التشاؤم والتطير منها قال أنها إذا سقطت في بيت من الليل يعتقد أهل الجاهلية أن هذا فيه نعي إما لصاحب البيت أو لقريب له، قالهم بتشاؤموا لو الطيرة دي جات بالليل وقعت في بيت ولا جات سمعوا صوتها، معناه بقول لك في زول ما تسي ده قاعد لاسي، الكلام ده للليلة فيه، يقول لك في زول مات ولا ترى وانا قربت اموت، لانه الطيرة دي جات شنو؟ جات في بيتي وكانت تلحتك زاي، انت ما دار تموت، انت تبقى في بلاوي زاي. ولا صفر، صفر اختلف فيه اهل العلم، ولكن الراجح ان المقصود به شهر صفر. بعضهم قال دابة، وهذه الدابة تصيب العبد كالعقرب، وده كلام ذهب إليه الإمام البخاري والإمام أحمد وجمع من أهل العلم. وبعضهم قال المقصود به شهر صفر المعروف، وهذا الذي رجحه شيخ عبد الرحمن ابن حسن، كانوا يعتقدون الشر في شهر صفر، لذلك يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وهذه من عاداتهم ومن المآخذ التي ذكرها الله تعالى عليهم في القرآن: إنما النسيء زيادة في الكفر. فالزول ما يتشاءم بشهر من الشهور، قال بيتشاءم بشهرين، بشهر صفر وبشهر شوال. عشان كده بيقول لك ما تتزوج في شهر صفر ولا تتزوج في شهر شوال، وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة الباطلة، فدخل على عائشة رضي الله عنها في شهر شوال رضي الله عنها. ولا نوء ولا غول، النوء المقصود به منزلة القمر، وده باب عديل بيجينا إن شاء الله منازل القمر، وهي 28 منزلة ينزل فيها القمر. وهم يعتقدون في هذه المنازل عقائد فاسدة، أنها تؤثر وأنها تنفع وأنها تضر، وخاصة مسألة الضرر، لذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا نوء.
ولا غول. غول قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن هو شيء كانوا يعتقدونه في الجاهلية يرونه في السفر، وهم يعتقدون أنه من الجن، يعني بيقولوا ده شيء من الجن. قال يأتيهم أحيانا بنور زي بلمبة، قلت بلمبة بس ياهو، قال له بيجيهم بنور بعدين، قال هم يعتقدوا فيه. وأورد الشيخ عبد الرحمن بن حسن حديثين، أحدهما ضعيف والآخر لا يوجد في كتب الحديث وإنما هو في كتب اللغة، وكلا الحديثين لا يثبت. الحديث الأول ينفي وجود هذا الغول، ما في، والحديث الثاني يثبته لكن دفعه يكون بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وده معناه صحيح. يعني لو الجن بالليل حاولت تضلك، ظهروا في شكل نور في غيره في السفر، انت استعيذ بالله سبحانه وتعالى، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. والله سبحانه وتعالى قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فإنت الله بنجيك سبحانه وتعالى إذا شفت أشياء بالليل في السفر، أشياء غريبة أو ظلم مجاد عليك أو نور أو كذا أو كذا، استعذ بالله سبحانه وتعالى وقل أذكار الصباح والمساء والمساء، ثم انصرف وواصل في سفرك، واستعن بمن يعرف طرق السفر، عارف ذا الطريق تستعين به بعد الله سبحانه وتعالى وكذا. طيب، ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. خرجه البخاري ومسلم واتفقا على صحته. الفأل قال المقصود به الكلمة الطيبة، يعني الزول دائما يتفاءل الخير. لماذا فرق بين مسألة الشر ومسألة الخير؟ قال أهل العلم لأن الشر فيه سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، تلقى في فتح المجيد، ولأن الخير فيه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والعبد منهي عن إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، مأمور بإحسان الظن بالله جل وعلا. عشان كذا رب العزة والجلال قال فما ظنكم برب العالمين، فأنكر عليهم نبي الله تعالى الذي نقل الله كلامه أو روض كلامه، إذ أنكر عليهم إساءة ظنهم بالله سبحانه وتعالى. وذا الليلة موجود سواء كان في التطير التشاؤم أو في غيره. أهل الشرك ما وقعوا في الشرك إلا لأمور، أبرزها أربعة أمور: الغلو في الأولياء، الأمر الثاني الجهل بالله سبحانه وتعالى والجهل بشرع الله، الأمر الثالث التقليد الأعمى للآباء ولدعاة السوء، الأمر الرابع سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. حصل المشرك لما يدعو غير الله سبحانه وتعالى يقول يا فلان الحقنا. ليه قال يا فلان الحقنا وما قال يا الله جل وعلا؟ لأنه ظنه في الله كعب، بيقول أنا لو دعيت الله ما بيستجيب لي، شكاي بدعو فلان وفلان بيدعو لي الله سبحانه وتعالى. دي حجته، ودي حجة المشركين الأولين الأوائل. شكاي رب العزة والجلال قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، في سورة الزمر. وفي سورة يونس قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شكي برضو في سورة الزمر قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره. نزل ما أحسن الظن بالله وما عظم الله حق تعظيمه سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا كما في سورة نوح. والعبد إذا تفاءل وأحسن الظن بالله فإنه يخرج الكلمة الطيبة، بيقول كلمة طيبة، يقول له يا أخي والله البلد دي غاية شكلها اللي قدام شغلة دي بتجوط، يقوم هو يتفاءل يقول لا لا يا أخي الأمور بتمشي إن شاء الله، يقوم يطلع كلمة شنو طيبة. ولذلك كان الأنبياء يتفاءلون وكانوا يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى في وقت يخاف فيه غيرهم، بعضهم يخاف وبعضهم يتشاءم. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى فيجعل الله له المخرج ويجعل عاقبته حسنة. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عروة ابن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. وده حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. قال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، ما بترجعه زول مسافر وحصل حاجة قدامه ما طوال بيرجع، واحد تلقاه يمشي المينا البري يركب البص أول ما يدور ماشي الليستك يضرب بيجاي يصلحوه تاني مش خطوات بيجاي يضرب، يقول لك أوي ده السفر ده مين هسي الشغلة دي ماشية كده. وبيقوا يجيبوها حتى في النكات، والله بيقوا يجيبوها في النكات، الداعي المغيب ضحك مرة في البص سمعتها واحد من بتاعين النكات ده، الناس فشلة ما عندهم موضوع، اسمه محمد موسى ما عندهم موضوع ولا عندهم شغل، طلبة حارة في الشمس يشتغلوا رجل تراه طوال سلك بتقطع بتاع اللبنزي وحاجات كثيرة كل أسبوعين يقعد يشحم فيها ويناي الموضوع ده طويل عليه، يشتغل تجارة الفيران بيكرهوه والجقر عجيب قاعد بيقوموا طوال يشتغلون شغلات فارغة زي دي، يجوا يضحكوا الناس وبينكات وأشياء ومنهي عنها ذاته. لو النكتة دي حصلت ججد وما في أذى لقبيلة ولا أذى لمسلم ولا فيها محظور شرعي قول أضحك الناس كويس جدا، الناس يبتهجوا ويضحكوا حاجة طيبة، لكن كذب ولف دوران وأشياء مرات ضد العقيدة. سمعته بيتكلم وده مناسبة الكلام، قال واحد قال مارق من الصباح قال مسافر مدني في وفاء، قال لقى واحد عنده دقينة وشايل سبحة، يعني ده جابه بالجنبتين عنده دقينة وشايل سبحة، قال له انت هذول ماشي وين؟ قال له والله ماشي مدني. ليه شنو؟ قال له وفاء. قال له ماشيين بشنو؟ قال له بالبوكسي ده والقبين ده ذاته هاي. اوه قال له ده اوعك تركب فيه. قال الزول ما ركب، قال مشوا سمع كلام زول لا وزبيه، قال ما ركب، قال مشى البيت بعد ساعة ساعة ونص اتصلوا به قال له والله البوكسي اتقلب والنازل ماتوا في حادث وكذا. قال اليوم الثاني قال بعد فترة دار يسافر برا، قال له دار تركب الطيارة هاي؟ قال لا قاوة بدقن ده ذاته تاني بدقن وبسبحة ده. قال له دار الطيارة هاي أوعك؟ قال له قال لا وز رجع الطيارة وقعت. وما دار يضحك الناس، قال جالي مولانا ده مولانا بتاع بدعة ذاته، وقال له يا مولانا انت يوم عرسيك انت وين؟ يعني انا شنو؟ انا تورطت في المرة دي، كان توريني المرة دي كذا وما كان بتزوجها لو انت كان موجود وكذا. وده يا جماعة كلام فارغ وكلام عشان تضحك الناس تخلخل عقيدتهم بل تفسد عقيدتهم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا
وما تدري نفس بأي أرض تموت. حتى الحديث الصحيح الصحيح أن الشؤم في ثلاث، في الدار والمرأة وفي الدابة، قال ابن القيم رحمه الله: لا يفهم من هذا الحديث أن كل امرأة مشؤومة، وأن كل دار مشؤومة، وأن كل فرس مشؤومة. قال: فإن المرأة منها من النساء من تكون من الصالحات زي عائشة وغيرها من الصالحات، ومن الداء ومن الدور من تملأ، ومن الدور ما تملأ، ما تملأ بذكر الله تعالى، بيت قرآن وذكر وخير وكذا، وتقرأ فيه سورة البقرة. ومن الدواب ما يستعمل في طاعة الله كالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الزول ما يتشائم. قال: ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، حسنات النعم، ولا يدفع السيئات إلا أنت، المصائب، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الحديث مع أن سنده ضعيف لكن معناه صحيح. فإن العبد نهي عن التطير وشرع له التفاؤل، يتفاءل بالخير ويعلم أن الحسنات النعم من الله سبحانه وتعالى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله إلى آخره، لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين إلى آخره، وأن المصائب لا يدفعها إلا الله سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. في أحاديث ضعيفة كثيرة يعني تورد في، ونبين ضعفها أو حكم أهل العلم فيها إن شاء الله تعالى. قال: وعن ابن مسعود مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وهو صحيح كما في السلسلة الصحيحة. الطيرة شرك، الطيرة شرك، والتكرار يفيد التوكيد، فهو كلام مؤكد أكده النبي صلى الله عليه وسلم. فالطيرة من الشرك، لا تتشاءم بشيء، لا ببشر ولا بدابة ولا بإنسان ولا بيوم من الأيام ولا بموقف من المواقف، وإنما تعلم أن الحسنات بيد الله وأن السيئات المصائب بيد الله سبحانه وتعالى. وما منا إلا، وما منا إلا، ولكن الله هنا محذوف تقديره، وما منا إلا، ويقع في قلبه شيء من الطيرة، شيء من ذلك، وحذفه قال أهل العلم لكراهة ذلك، لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الكلام الكريه، تلقى الكلام ده في فتح المجيد، حذفه لكراهة ذلك، هو مقدر تقديره، وما منا إلا، ويقع في قلبه شيء، يعني انت مرات بيحصل لك الكلام ده، بيجيك شيء من التشاؤم، لكن انت مجنون، ده ما بضرك ما لم انت تسترسل معه، تسترسل معه وتترك العمل من أجله. ده جاك تشاؤم في شيء واصل في طوالي، أكسر الشرك وأكسر أسباب الشرك إلى آخره. ولكن الله يذهبه بالتوكل، علاج هذا التطير هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل عبادة من أجل العبادات، ومن فوائد التوكل، وهذه تكفي، توكل يقود إلى الجنة برحمة الله، والتوكل فيه الحسبان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأفضل، ومن أفضل فوائد التوكل أن المتوكل يحبه الله تعالى. يعني تخيل زول مؤمن بيصلي وبيصوم وتاجر، ما عنده عبادة كثيرة بعد الفرائض، لكن زول تاجر في السوق زي
لكن متوكل على الله سبحانه وتعالى، سوي السبب وبيعتمد على الله جل وعلا. ده قال لك الله بحبه، فما بالك بالذي يتوكل فيما هو أعلى من التجارة. عشان كده ابن القيم قال التوكل على قسمين، توكل في أمور الدنيا وتوكل في أمور الدين، وفي كليهما خير وأجر. وتوكلت في أمر دنيا اعتمدت على الله أنت تؤجر لأنك قمت بهذه العبادة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولو توكلت في أمر دين فإنك تؤجر. قال ولا شك أن أشرف أنواع التوكل التوكل في أمور الدين، وهذا الذي يكثر في سير الأنبياء والمرسلين. القوم دائما بيتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام يذهب إلى فرعون يعتمد على الله، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا في الغار، وهكذا بقية الأنبياء والرسل يتوكلون ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى. زول بيتوكل الآفات دي بتزيح منه، بتلقاه متوكل على الله. هو شيء بتلقاه زول في الدنيا دي زي زول راجل راجل، الناس ما بخوفوه، ما يزول بيرجفوا غرية كاملة، تلقاهم واحد شنبه يربط عتوت تلقاه بيخاف لهم من قطع، غرية شت ترجف من قطع خضراء. يقول لك ده بيان فكي فلان. هس الجمعة الفاضي دي مشينا منطقة في الطريق يشينا غرية في النيل الأبيض، لقينا مرة مارقة من بيان ميدان كامل مخلينه لعلم، بس قالوا الفكي جا داخل الميدان ده بالليل، يعني بيان جو كذا وكذا، ناس تكلمت الله يتقبل عن التوحيد وكذا ومشوا. حمد النيل ده مدفون هنا في المغابر جنب الأهلية، عنده بيان هناك جنب استاد الهلال، شفته بعيني بيان في زقاق. من هنا اللي بوديه هناك شنو؟ تمشي الهلال ناس المريخ ما بيزعلوا، اللي بوديك بغادي شنو؟ وزول ميت اللي بيوديه بيحركوا شنو؟ يقول لك لا حلمني وكذا وكذا، اصله كان دار تقلع عليك ارض في البلد دي، بس نوم واصحى ولا تجيب لك محامي ولا تدعب ولا كذا، بس نوم واصحى بتقلع لكن بتخش جهنم بعدين. تنوم وتصحى والله فكي فلان حلمني المنطقه دي، قال ما في زول صلاه وده بيان ليه وكذا وكذا وكذا، ويجوا كلام غريب وعقائد في البلد دي، نسأل الله العافيه. واي زول يكره الكلام ده يراجع ايمانه، اي زول كبير صغير زول محترم ما محترم دكتور ما دكتور يراجع نفسه، مجرد ما تتضايق من التوحيد ومن الانكار المنكر. ان احنا الناس دي المضايقين لنا، لانه احنا في النهايه مبتلين بالغلظ معاون، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، وما حارقنا الغلب بس دي ما دنيا بتزول، حارقنا انه بغضبوا الله سبحانه وتعالى. الليله بيعتقدوا في بحري بدوا الجنه، اذا رقاب ولا منو بدوا الجنه، كباشي بدي الجنه، كباشي كم ادى ولد الى اخره، مكاشفي بيكشف في القلوب، أداء إسماعيل الولي تاع الأبيض ينادوا في الشدائد ينادوه، وقبته بركت رب ما قدر يرفعها، بركت فيه رب ما قدر يرفعها، ده ينجيك من ياتو كربة. شيوخ ده شفت الصوفية في البلد دي حق الله ده وزعوه، وصح حق الله ما شالوه كله، لكن شالوه شرك بالله سبحانه وتعالى. حق الله علم الغيب، قالوا الشيوخ بيعلموا الغيب، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. حق الله ينادوه براو وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لا وينادوا الشيوخ. واي زول يتضايق من الكلام ده جروا من يده، ركبوا شارع البحر ده هناك، ما شفته جم حسن جيب الله ولا جاه الله ولا اسمه منو كاتب يا مكاشف، ها كاتب يا مكاشفي ما شفتها يا مكاشفي كاتبها هناك، بعد وقع الله وقعها الرب وقعت، مشى سواها اسمنتي وسواها بحديد ثاني يرميها الجليل العظيم، قتلنا زاوين داخلين وبلاوي ومشاكل في البلد دي، عقائد غريبه جدا يا ناس، لفوا السودان ده شوفوا المصايب اللي فيه.
قباب مبنية، تبرك بأتربة، منارات ومغارات ودول كاملة لناس ما عندهم وكيل عريف، بس راس مال بخور جابوه ولا لوب وإشاعات ثلاثة أربعة نسوان شغالات معاهم لافات في واحد مصطوبة واقع وجاريات لافات فلان عمل وفلان كذا يملوا البلد كله، والله الذي لا إله غيره يعظمون ويعتقدوا فيهم. أول أمس والذي رفع السماء، واحد اتصل بي من السعودية يتكلم معي قال لينا مراتي قتلوها القوم، قلت له كيف قتلوها؟ قال جاي يا رغان بل ودوها المستشفى ودوها للقوم، قال الشيخ بيبزغ فيها يقول لي يا اخي مودينا الدكتور البيت دي عيونها بقت صفراء، ده يا رغان لا 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 مرض ده ما مرض دكاتره، وطبعا لا قرا دكتور لا بيعرف لا قرا طب لا بيعرف انجكشن ولا جنكلكي، بس يا هوم جازفه ساي لبزاغه ده بس يتفتف فيها. قال لما انا اتصل بها يا ناس المره ودوها ودوها ابو، قال قطعت تذكرة جيت السودان جيت خميت مرتي قال من أهلا ومن الناس قال ومن الشيخ قال وديت الدكتور أول ما شافه قال لي والله الذي لا إله غيره، قال لي أنتوا ناس بزاق دكتور ذاته موحد يكون حضر له خطبة، بعدين قال لي أنتوا ناس بزاق، قال لي والله يا أخي المرض، قال لي المرض عندها 11 صليب تاني ما بقدر أعمل أي شيء، قال لي المرض بيت تعال لي قالت لي يا فلان أنا رقدتي دي ما قايمة منه أعافي لي وذهبي في الدولاب الفلاني أمشيل والناس يضروني ألاقيهم قدام بس وماتت، قال لي ما قامت، قالت الناس يضروني وجبت ألاقيهم بعدين تشوف مصايب يا أخي في البلد دي يا أخي، ودي ما أول مرة ولا آخر مرة، ده غير انتهاك الأعراض يا أخي ومشاكل كثيرة جدا يسترو عليها ويسووا فيها، ساوين يمشي يا اخي عرسان يمشي لشيوخ وفكايا في البلد دي، ليه عندهم شنو؟ عندهم شنو؟ اذا الرسول عليه الصلاه والسلام الله بيقول له في سوره ال عمران ليس لك من الامر شيء، ليس اداه نفي، شيء نكره في سياق النفي، ليس لك من الامر شيء تفيد العموم، ده للرسول عليه الصلاه والسلام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، زوجة أحب نساء إليه من الأحياء عائشة إلى أن فارقت الدنيا ما عندها ولد، تقول لي فكيد دي ولد؟ إذا زكريا عليه السلام عمره 90 سنة بيدعو الله سبحانه وتعالى إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذا إبراهيم عليه السلام ابن كثير بيقول الله رزق الولد وهو ابن 84 سنة، يقول لي فكي يا أخي بدي جنة، فكي عنده شنو؟ مفلسين وتعبانين أكلوك في العصيدة الحامضة تحت الكوريك دي كون يأكلوا في اللحم والعتان والخرفان، يقول لك دي فيها بركة الحامضة دي فيها بركة، يعني العتود ده فيه شنو إذا دي فيها بركة يعني ذاك فيه شنو، والله كله بلاوية ما تعرف تبكي ولا تضحك ذاته، زي ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه شر البلية ما يضحك. طيب قال ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يعني لو التشاؤم ده رداك عن الشيء اللي انت ماشي له انت أشركته، لأنه الشيء اللي تشاؤمت به ده ما عنده علاقة، النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. واحد تلقى واقف في صف بتاع ايش؟ صف بتاع نتائج ولا بتاع غيره من الأشياء، فلان قدامه سقط فلان قدامه سقط طواله ويمرق من الصف، يقول لك يا زول ده كلهم سقطوا بعدين احنا نسقط معاهم نتجرى معاهم، انت ما تتشاءم بشيء انما تجعل عقيدتك في الله صحيح. قالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ يعني لو زول جاءه تطير يعمل شنو ويقول شنو؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، احفظ الذكر ده، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، اللهم لا خير إلا خيرك بيدك الخير، ولا طير إلا طيرك بيدك الضر أنت سبحانه وتعالى، ولا إله غيرك، ثلاثة جمل، ثلاث جمل، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وله للإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه، ده الأثر ده ضعيف، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، اللي بيخليك تمشي تواصل ولا خليك ترجع، دي الطيرة، معناه صحيح لكن هو ضعيف الإسناد. فيه مسائل في هذا الباب، الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، فالأولى في حق الذين في زمن موسى عليه السلام، والثانية في حق الذين في زمن ذلك الرجل الذي جاء يسعى، واتفقوا جميعا على هذه المسألة، وهي مسألة التطير والتشاؤم، هذه من عادة ومن صفات أهل الشرك والجاهلية. الثانية نفي العدوى المقصود بها عدوى الجاهلية التي يعتقدونها. الثالثة نفي الطيرة تشاؤم. الرابعة نفي الهامة وقعت بالليل بالنهار في البيت في غير وما ما بتأثر بشيء، طيرة الهامة والبومة إلى آخره. الخامسة نفي الصفر سواء كان المقصود به الدابة أو النحاس أو إلى آخره أو الشهر، فكل ذلك الأمر فيه بيد الله سبحانه وتعالى، شهور كلها واحد إلا شهر رمضان ولا ما عظم الله تعالى من الشهور كالأشهر الحرم الأربعة. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، أن تتفاءل هذا مستحب، وبينا الفرق والعلة، الفرق بين الفأل والتشاؤم والعلة في أن هذا مستحب وذاك من الشرك. السابعة تفسير الفأل بالكلمة الطيبة، فالذي يتفاءل ينطق بالكلام الطيب. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، التطير يذهبه الله بالتوكل ولا يضر ما دمت أنك تدافعه ولا تلتفت إليه. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده، ذكر ما يقوله من وجده في الحديث الأخير، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة تشاؤم المعروف.